ازاي وانا لسه متخرجتش؟ انا لسه متخرجتش. في حاجه غريبه عماله تحصل لي النهارده، الناس كلها عماله تقول لي هات فلوسي هات فلوسي. هتحاسبني دلوقتي ولا اخر اليوم؟ انا كنت عايز اخد منك فلوسي. فلوس انت كمان يا سيدي، ربنا يكتر من احلامه. العب ولا دوس فلوس. فينش هيم. انا ممكن الساعك 50,000 جنيه تعويض عادي. هو معقول اكون عملت كل الحاجات دي وانا نايم؟ انت الحلم بتاعك يعتبر هاي بادجت. صحيح دي كانت مامتك. وانت كمان عارفه موضوع الاحلام ده؟ ما انت ازاي تحلم بيا في حاجه زي دي؟ انت حلمت بيا صحيح؟ لو ما دفعتش للناس دي الفيديو مصر كلها هتشوفه، لانه هيتحول بابليك كابول. وانت ما بتحلميش بيا ليه؟ تعالى معايا الاول. امال انا اخاطبك ليه؟ وايه كمان؟ هتدفع كاش؟ هدفع كاش ماشي.